بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أصدقائي الأعزاء، طبعا عظم الله لكم الأجر باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وحلقتنا اليوم من سلسلة قصص المعصومين عليهم السلام هي الحلقة السادسة، وعنوانها هي قصة حياة الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. الميلاد: ولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام في اليوم السابع من ربيع الأول سنة 80 للهجرة. أبوه هو الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأمه هي أم فروة بنت القاسم ابن محمد. كان الإمام الصادق عليه السلام لديه الكثير من الألقاب، منها الفاضل والطاهر، وأشهرها هي الصادق. ولقب الصادق هي تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن مسيرته، لأنه كان صادقا أمينا كجدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كان كريما كجدي الحسن المجتبى عليه السلام. عاش الإمام الصادق عليه السلام مع جدي السجاد عليه السلام 15 سنة، وعاش مع والده الباقر عليه السلام 34 سنة. وكان الإمام الصادق عليه السلام قد عاش في زمن حكومة بنو أمية أكثر من 40 سنة، وفي زمن حكومة بني العباس عاش في زمنهم أكثر من 20 سنة بعد أن انتهت حكومة بنو أمية. وكان الإمام الصادق عليه السلام ينشر العلوم الدينية والمعرفة الإسلامية، وقد تصدى لمحاربة الإلحاد والزندقة، وأتيحت الفرصة حتى ينشر الإمام الباقر عليه السلام وابنه الصادق عليه السلام في نشر العلوم الدينية والمعرفة الإسلامية. يعني الإمام الصادق عليه السلام عندما كان في شبابه كان ينشر العلوم الدينية، وكذلك والده الباقر عليه السلام ينشر العلوم الدينية. وكان الإمام الصادق عليه السلام صاحب جامعة إسلامية كبيرة، وقد تخرج على يديه أكثر من 4000 عالم في الرياضيات والكيمياء وعلوم الدين وحتى الطب. وحتى هذا الكيميائي المشهور جابر بن حيان هو قد تتلمذ على يد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكان يبدأ دائما بمقالاته، عندما يكتب مقالاته يبدأ بها حدثني عنه سيدي جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. وكان الإمام الصادق عليه السلام لديه بساتين وكان يعمل فيها، ورآه رجل فتألم عليه فذهب وسلم عليه وقال له: أعطني المسحات أكف بها عنك العمل. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: إني أحب أن يتأذى رجل بحر الشمس. الإمام عليه السلام وسفيان الثوري: كان سفيان الثوري الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قد مر على المسجد الحرام في يوم من الأيام، ووجد الإمام الصادق عليه السلام مرتديا ثيابا جميلة، فقال في نفسه: سوف أسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الثياب التي يرتديها. فعندما ذهب قال له: يا ابن رسول الله، والله ما هذا لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا علي ابن أبي طالب عليه السلام، ولا أحد من آبائك. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن فقر،
ونحن في زمن غنى، والأبرار أحق من غيرها بنعم الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الصادق عليه السلام قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومعنى هذا الكلام، قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن المعصومون أحق من غيرنا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فكشف الإمام الصادق عليه السلام ثوبه، وإذا تحته ثوب غليظ وخشن وهو من صوف. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: يا ثوري، هذا لبسته للناس وهذا لي. الإمام عليه السلام والمنصور. ضج الناس من حكومة بني أمية ومن ظلمهم، واستغل البعض عواطف الناس، وبدأ العباسيون يعاونون الناس حتى يبيدوا حكومة بنو أمية، فأصبحت ثورة كبرى فأبادت حكومة بنو أمية من دون إراقة دماء. وبدلا من العباسيون أن يعيدوا الخلافة إلى أصحابها، يعني لأن العباسيون هم أصحاب هذه الثورة، بدأ العباسيون يطاردون العلويين ويقتلونهم ويشردونهم. وأول حاكم وضعوه على بغداد هو أبو جعفر المنصور العباسي، كان شديدا في الظلم والقسوة. وفي يوم من الأيام استدعى المنصور الإمام الصادق عليه السلام إلى بغداد، فقال له المنصور العباسي: لماذا لا تزورنا كما يزورنا الناس؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ليس لنا من أمر الدنيا ما نخافك عليه، ولا من أمر الآخرة ما نرجوه منك، ولا أنت في نعمة فنهنئك بها، ولا في نقمة فنعزيك بها. فقال له المنصور بخبث: تصحبنا لتنصحنا. فقال له الإمام الصادق عليه السلام بشجاعة: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحك. فانزعج المنصور من كلام الإمام عليه السلام وسكت. بر الأم. أسلم شاب نصراني على يد الإمام الصادق عليه السلام، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: سل عما شئت يا بني. فقال له الشاب النصراني: أنا أعيش في بلاد العراق في الكوفة، وأعيش مع أمي وأبي وأهل بيتي، وأمي مكفوفة البصر، وأنا آكل في آنيتهم وأعيش معهم. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أيأكلون لحم الخنزير؟ فقال له الشاب: كلا. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: اهتم بأمك، وعليك أن تكون مهتما بشؤونها ولا تقصر في برها. فسمع هذا الشاب النصراني كلام الإمام الصادق عليه السلام وعاد إلى الكوفة إلى بلاد العراق. وعندما عاد إلى بيته رأت والدته منه أخلاقا حسنة لم تكن ترها من قبل، وهو على دين النصرانية. فسألته أمه: يا بني، ما كنت أرى هذه الأخلاق الحسنة التي تفعلها الآن من قبل وأنت على ديني، فما الذي حصل، ومن أين تعلمت هذه الأخلاق الحسنة؟ فقال لها الابن: لقد أسلمت على يد أحد من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ف
فقالت له أمه: أهو نبي؟ فقال: لا، ولكنه من ولد النبي، يعني من ذرية النبي، وذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم المعصومون عليهم السلام. لذلك قالت له أمه: دينك خير الأديان، اعرضوا عليه. فعرض الابن على أمه دين الإسلام فأسلمت وعلمها الصلاة. وكان في يوم من الأيام في مجلس المنصور العباسي ذبابة كانت لا تنفك، وكانت دائما تضع على أنف المنصور في مجلسه فيبعدها وترجع وتعود إليه حتى أذته. والتفت إلى الإمام الصادق عليه السلام الذي كان في مجلسه وسأله بالزعل: لما خلق الله الذباب؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ليذل به أنوف الجبابرة. فانزعج المنصور العباسي من هذا من كلام الإمام عليه السلام. وكان المنصور العباسي يفكر في التخلص من الإمام الصادق عليه السلام. وأخيرا أتيحت له الفرصة فدس السم إلى الإمام الصادق عليه السلام، فاستشهد الإمام الصادق عليه السلام في يوم 25 شوال سنة 184 هجرية. وهنا أصل إلى نهاية قصتي هذا اليوم، وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سلسلة قصص المعصومين، والحلقة القادمة هي عن قصة حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. شكرا لكم ومع السلامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.